سقط أحدنا يعينه الذي يقف إلى جواره. لقد تمزق لعل بيشي هو من يحشو الرجال وانقسمنا. لكن هل أنت بيشي؟ إنني حليف نور، تعرفه صحيح؟ نعم أعرفه، كانوا يطاردونه إلى خارج المدينة حين رأيته آخر مرة. أهو حي؟ نجا بالكاد، لكنه بأمان. وغد عنيد. ما اسمك؟ باسم. حسناً يا باسم، ألديك نصل غير سكين الزبد الذي تحمله؟ لعلك ترغب في سلاح أكبر منه الآن. لماذا؟ هل ستنطلق للبحث عن علي؟ ليس الآن، هؤلاء هنا نصف رجال فقط، الباقون محتجزون عند الميناء في آخر هذا الطريق. قد يكون عددنا أقل مما يلزم لشن هجوم. إذا أردت إنقاذ رجالك يجب علينا السعي بحذر. سأذهب في هدوء، أطلب من هؤلاء الرجال أن يكمنوا متربصين ويرافقوا من نحررهم. إن قومك جميعاً يفكرون بنفس الطريقة، لكنها خطة صائبة. حتى إنه خرج من المربع الفارسي. عدد جمعه في حالة سيشتري أصداقا. لقد أعطاني فلسين. معا نرى كل شيء يأتي.
قريبا إن الأميرة هو من تسبب في متاعب الجميع. إنه النظام. أيها الحرس، عاقبوا هذا الأحمر. أيها الناس، يرجى العلم بأن هناك ازدحاما كبيرا عند باب الشام بسبب عربة منقلبة. على جميع المسافرين والتجار أن يتوقعوا تأخيراً كبيراً. لا يبدو ذلك. لا تدع الشرطة تقبض عليك بالجد. أيها الناس، يود المحتسب تذكير جميع التجار بمراعاة الأسعار المحددة للبضائع بشكل صارم. وتذكروا أن أين ذهب المالك والجريء الوقح الآن؟ أيها المسافرون، هل خرجتم من البازار للتو محملين بالبضائع الجديدة؟ وعلى أشرفكم أنتم. أنت
أخلاق. سأعثر عليك. أخرج، كن شجاعا ولو لمرة في حياتك التي لا قيمة لها. أيها الوقت المحظور، ستزل قدرك. يا هذا توقف. مهلا. تمهل لحظة. ألست محققا؟ أيها الحرس، أيها الحرس، توجد آفات تلوث شوارعنا. لقد ظهر المجرم. على رسلك. ذلك كل يوم. يا هذا. جبان الرعدي. وجد. عار عليك يا شرير. يا حرس، اطلبوا الشرطة. عار عليك أيها الشرير، أيها الحرس، اطلبوا الشرطة. مجرم وغل.
ستنال ما تستحقه. تمهل، لقد حانت ساعتك. عليك اللعنة. استطلع المنطقة يا إنكي. ماذا ترى؟ Thank you.
الآن استدر وقاتل. ها أنت ذا. اذهب إلى الميناء وعثر على بيشي. هل هناك خطب ما؟ ما الذي؟ سأموت الآن. النجدة هنا. هذا آخره، لابد أن أجتمع معهم مجددا. انطلق يا إيه.
أنت مثابر يا باسم. لم أفعل سوى واجبي. سنشهد معا نهاية العلة التي ألمت بالمدينة. لا تبحث إلا عن الغول، يتحدث الناس عنه، لكن أحدا لم يره قط. ما الذي تعرفه عنه؟ إنه يأخذ أعداء الخلافة ويجبرهم على الحفر في الصحراء، السجناء، المتمردون، العمال، ولا أدري ما الذي يبحث عنه. أسر هؤلاء الرجال مع علي منذ أسابيع مضت، وكانوا سيهلكون تحت الرمال. لكن ليس عليا، لقد اقتادوه إلى مكان آخر، ميزون بعلامات وفرقونه. كان علي مع مجموعة أخرى، أرادوا استجوابه. هل تريني هذه العلامات؟ فيما تفكر؟ لقد اقترب علي ونور من الغول اقترابا جعله يلاحظ ذلك. إذا وجدنا عليا فقد يرشدنا إلى الغول. إنها مجرد طريقة واحدة، ربما توجد طريقة أخرى. سأذهب إلى حيث يرسلون هؤلاء الرجال وأتظاهر بأني أسير. هل أنت مجنون؟ بل عنيد فحسب. خذ إليك هذه. ماذا أفعل بها؟ إنها عملة خدمة، سيساعدك من يقدرون قيمتها قدر ما يستطيعون. سأرسل الرجال ليحتشدوا عند الطاحونة المائية في الطرف الشمالي، إنها إحدى معاقل المتمردين، ستجد هناك ترحاباً. وفقك الله. بارك الله فيك.